البروجي عندنا هو كويست ريكفرينج بزنس الممول من كيرك ان اكتي. هدفنا هو تطوير وتنمية المرأة على كافة الأصعدة. نحن عنا أكثر من شريك بلبنان بيساعدنا أنه ننفذ هذا المشروع على الأرض، منهم رينيم عوض فاونديشن اللي اليوم عم تعمل إمبليمنتيشن للبروجي بكريسمس إن أكشن. معنا سيدات من كافة المناطق اللبنانية عم بيعرضوا البرودكتس تبعهم بالفير. هيدا الشيء بيسمح لهم انه ينموا مهاراتهم التسويقية والمشاركة بيناتهم، بيعطيهم اكثر اكسبوجر واستفادة مادية. كنا عم نقدم جلسات حوارية مع سيدات رائدات بمجال العمل عندهم منتجات هن حبوا يشتغلوا عليها، فكان دورنا كنا عم نطولهم مهاراتهم على صعيد العمل، على صعيد الشخصي، على صعيد معارفهم، كنا عم نطور لهم شبكة العلاقات معهم مع سيدات أخريات ليكونوا عم يشوفوا شو النقاط المشتركة، كنقاط ضعف، كنقاط قوة، ويكون عم نشتغل معهم على تنمية هيدي القدرات. كنا كمان عم نضوي على بيئة العمل الآمنة يلي هي بتأثر على سير عملهم وعلى منتجاتهم. على العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي هو للأسف ما زال موجود بمجتمعاتنا وبكثرة. أنا من خلال هيدي التدريبات اللي أخذتها كتير طورت فيي، استفادت كتير، أخذت معلومات كتير قيمة ساعدتني أنه أحسن بالشغل وبنوعية الشغل، حتى أنه كان في كتير كوميونيكيشن مع الأشخاص، تعرفنا على أشخاص استفدنا منهم ومن خبراتهم. اجتني فرصة كتير حلوة أكيد بقدرها، إن شاء الله أنه نكون عن حسن ظن القيمين على هذا المشروع. وعنا يعني الإنسان لازم يكون عنده هدف بحياته، هدف ناجح، وأنا من خلال هالتدريبات أكيد زادت القوة فيي أنه استمر وأتقدم وأثبت أنه أنا قادرة أحقق وأوصل لهدفي. قبل كنا نشتغل أكتر شغلي كان أونلاين وبمعارض كتير صغيرة. هلأ من بعد ما صار في كونتاكت مع RMF وبعد ما اشتغلت معهم صرت عم بقدر أكون بمعارض أكبر وعم نقدر نشتغل على نطاق أوسع مع أشخاص جديد وقدرت كبر شغلي أكتر. شكراً لمؤسسة رينيم عوض لأنه عطتنا الثقة وعطتنا الدعم الكامل بالدورات اللي عطتنا إياها اللي فادتنا كتير بالأشياء اللي بنعملها. الدورات اللي عملناها اللي هي التسويق والديجيتال ماركتينج والمعارض اللي شاركنا فيها اللي فتحت لنا أبواب كتير وعطتنا فرص. أنا عندي منحل بهتم فيه أنا وجوزي، كان منحل عادي ما عندنا أي يعني كإنتاج للبيت. لما بلشنا الدورات مع WR ومؤسسة رينيم عوض اللي دعمتنا كتير بلشت اشتغل على توسيع المنتج اللي صار معروف، يعني مؤسسة رينيم عوض المعارض اللي عم نشارك فيها كمان عم تعرف الناس على منتجنا. استفدت كتير من المشروع الصراحة، انه تعرفت على ناس كتير جداد، طورت شغلي اكتر، حسنت نوعية المنتج، فتح لي يعني طرق قدامي كتير من خلال المعارض واللقاءات اللي نعمله. أول شيء بلشت جيب شاتل وأزرع بقصص البلاستيك، يعني من وقت ما بلشنا بهذا المشروع تعلمنا كيف نتحاور مع بعضنا، تعرفنا على ناس جديدة وتعرفنا كيف نحن نسوق لبضاعتنا. احنا شاركنا بتدريبات مع مؤسسة رينيم عوض LWR كمان، وزادت ثقتنا بنفسنا، استفدنا كثير من هذه التدريبات على جميع الأصعدة وتطورنا كثير وصارت منتجاتنا معروفة على صعيد أكبر من منطقتنا. ونقال راد نحن كمان مكملين وعم نوسع شغلنا مع هذه المؤسسة. كل الشكر والتقدير لقلب. بلشت مشروعي من 6 سنين وهو بيت ضيافة. الكورسات اللي عطونا إياها فادتني بشغلي كتواصل مع العالم، ونحن بنشكركم كتير على كل المساعدات اللي عطتونا إياها. مشروع ساعدني أول شيء بالتعريف على ناس جديد، بمشاركة بمعارض ما كنت شارك فيها، علمونا أشياء الكمبيوتر، كيف نعمل محاسبة، إدارة العمل تبعنا، كيف بدنا نطور حالنا ونشتغل على السوشيال ميديا أكثر، نعمل ماركتينج عبر السوشيال ميديا وعبر التعامل مع العالم كيف بالمعارض وبالتسويق. ما كنت عندي هيدي القدرات، ما كنت عارفة إنه أنا لوين بدي أوصل. عملت دورة نون، حسيت إنه هيدي الدورة فادتني كتير وحسنت من كتير من قدراتي، وتعرفت على ناس كتير بهيدا الإيفنت وصار عندي كتير ثقة
بشغلي أكثر وصار عندي تصريف لشغلي أكثر. وبتشكر الجمعية كثير وبتشكركم لألكم على اللي نحن وصلنا له قصة. هيدا المشروع كان كثير مساعد لألنا. أول شيء عطونا تدريبات كثير ساعدتنا كيف نسوق إنتاجنا، كيف نشتغل على الباكيج تبعنا. مشكورين جميعا الـ LWR والمؤسسة تريني معوض اللي كانت على طول عم تدعمنا، عم تعرفنا على معارض بمنطقة جغرافية بعيدة عن ما نحن كنا موجودين. هيدا كثير ساعدنا إنه نحن تعرفنا على زبونات جداد، هيدا اللي كان بدنا إياه.